عبر سكايب مباشرة من غازي عنتاب معنا الصحفي صهيب جابر. أهلا بك صهيب، هل من تفاصيل حول هذا الانسحاب المفاجئ لعناصر الميليشيات الأفغانية والعراقية طبعا من مدينة البوكمال باتجاه الحدود العراقية؟ بداية أحييكم أستاذ وسام والسادة مشاهدي أورينت. طبعا الأسباب كانت بحسب المعلومات التي وصلتنا من مصادرنا في المنطقة هي أن الروس طلبوا من الميليشيات الإيرانية الانسحاب من منطقتي بادية السخنة وتدمر. أيضا هنالك يعني أخبار عن موضوع يعني إجراءات احترازية لأي عملية قد يشنها التحالف الدولي، لا يعرف أين سوف تكون نقطة المنطلق لهذه العملية. لذلك يعني الآن الميليشيات الإيرانية في حالة يعني ترقب. سبب آخر من هذه التحركات الأخيرة أو لهذه التحركات الأخيرة هو أن معظم المنازل التي استولت عليها هذه الميليشيات قد دخل إليها عوائل عراقية، عوائل أفغانية، عوائل إيرانية، وتم توطينهم مدينتي البوكمال والميادين تحديدا التي هي الأقرب إلى الحدود مع العراق. وبالتالي سوف يخرج المقاتلون من هذه المقار العسكرية داخل المدينة ويتركونها يعني هذه العوائل للأسف التي يعني هي ضمن حركة تغيير ديموغرافي مستمر. أيضا المقار العسكرية بحسب المعلومات التي وصلتنا نقلت بعضها في مدينة البوكمال من أحياء الصناعة والجمعيات إلى أحياء الكتف والهجانة. هنالك أيضا يعني من بين الأسباب أن التحرك يعتبر دعما للميليشيات، ميليشيات الحرس الثوري الإيراني في عمليات تمشيط البادية في منطقة الكم ومحطة تيتو في البادية التي الآن تشهد عمليات يعني تمشيط. لكن حتى هذه التحركات بحسب محللين عسكريين تعتبر يعني تحركات غبية، تعتبر من الناحية الميدانية تحدث، لأن هذه البادية من الصعب جدا السيطرة عليها والتمركز فيها حتى إن قامت بعمليات تمشيط يعني الميليشيات الطائفية المتواجدة في المنطقة. في الجانب الآخر اليوم في دير الزور وصلتنا أنباء أيضا عن حملات اعتقال يعني تشنها قسد وحدات يبجي وبيدي تجاه الأهالي في المنطقة. أيضا هنالك أكثر من 50 معتقل في منطقة واحدة فقط وهي الدرنج. هنالك تفريق للمتظاهرين، المظاهرات كما نعلم يعني مستمرة بشكل شبه يومي، باتت في مناطق نفوذ قسد احتجاجا على ممارساتها ويعني إطلاق نار مباشر باتجاه المتظاهرين. بشكل عام يعني جميع الأصعدة إن كان في شرق الفرات أو غرب الفرات في محافظة دير الزور تشهد توترا الآن يعني من بأنواع مختلفة، إما على صعيد الحراك الشعبي أو على صعيد الحراك الميداني. أحد كنا نتحدث قبل قليل عن موضوع تغيير مقار الميليشيات الإيرانية، أحد الأسباب هو أن المقار باتت معروفة ولم يتم تغييرها منذ فترة طويلة، ما جعلها يعني عرضة وواضحة للطيران الحربي أكان الطيران الإسرائيلي أو التحالف الدولي. نعم، شكرا جزيلا لك صحفي صهيب جابر على هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا عبر سكايب مباشرة من غازي عنتاب، شكرا لك.